لحظة لحظة المرداسي لحظة. الآن في بعض القرارات أو في بعض الحالات اللي تحصل داخل الملعب اللي الحكم ما يشوفها، على سبيل المثال لما يقوم لاعب مثلا يتلفظ على حكم مثلا، تمام، أيا كانت جنسيته والحكم ما شافه، هل يؤخذ فيها قرارات انضباطية؟ أكيد تؤخذ؟ إيه إذا كان واضح من اللاعب حدث لم يشاهده حكم المباراة، أوكي، يجب على لجنة الانضباط اتخاذ قرار مثل هذا. طيب هم لجنة الانضباط يا أبو زياد فاضيين، هم قاعدين من دخل وغرامات وجمع فلوس، ما شفنا الحالات التحكيمية أو تقرير الحكم، يا ما شفنا حاجة يكون فيها كرت أصفر وتتحق أحمر، من حق لجنة الانضباط. لا لا مختلفة، مختلفة هذه أبو، لا لا مو لا مختلفة لا لا أبو زياد. أنا لي شهرين في أشياء تقديرية بس تفضل. أنا لي شهرين ما في أسمع إلا القارورة رموا قارورة فلان دخل، يا أخي بعد ربع ساعة خلاص اللي يبغى يدخل يدخل، انتهت المباراة، يعني هو ما دخل والمباراة شغالة. صير فاضي كده. من يوم جاء الأسترالي هذا ما أدري، لجنة الانضباط سابت عملها الرئيسي وقاعدين فلان دخل وفلان نزل الملعب. في فرق أبو عنان ممكن أوضح يمنع مباراتين. طيب طيب عندي تقرير حق أربع مباريات بكرة، لعيبة 20,000 ولعيبة 30,000 ولعيبة 10,000، ترى في آلية أبو عنان على حسب التكرار. المرة الأولى في آلية، المرة الأولى غير المرة الثانية. أوضح بس، إذا فرض اللاعب ارتكب سلوك غير رياضي أو تهور في إنذار وكان تقدير الحكم يعني فرضا استخدام قوة وهو الحكم منح اللاعب كرت أصفر، هذه حالة تقديرية مثل ركلة الجزاء. فرضنا الآن ركلة الجزاء لو احتسبت الآن، هل لو كانت غير صحيحة تعاد هذه أو ما تحسب في نتيجة المباراة؟ هذه تقدير، أشياء تقديرية للحكم، أما الأشياء غير التقديرية يحاسب عليها من قبل لجنة الانضباط. تفضل. الفلوس صندوق الاتحاد السعودي أعتقد، أنا والله نعم صندوق الاتحاد السعودي.